بالله بالله ما شفتي محبوبة مشتاق أنا والعالي يسعد لي صباحك يا سالي. صباح الخير لك وصباح الخير لكل مشاهدينا اللي انضموا لنا برحلتنا الصباحيه لليوم. ساعه وربع من الوقت مع ضيوف من مجالات مختلفه ومواضيع بتهمنا وبتهمكم. دائما بدنا نقول خلي الامل هو مفتاح لكل يوم نحن نبدا نهارنا، وخلي الابتسامه مرافقتكم ودائما رواق خليكم رغم الضغوطات ورغم الصعوبات يلي نحن عم نواجهها. بدي اجدد التحيه على زينب اللي رح ترافقني بهيدي الحلقه. صباح الخير زينب، كيفك؟ يسعد لي صباحك يا سالي، منيحه هيك بلش يتفاق الطقس شوي ان شاء الله. هيك هلا عم نشوف كل العالم مرضانه مقربه من الطقس وانخفاض درجات الحراره. بنتمنى لكم صباح كثير حلو مليء بالانجازات على كل الاصعده، وايضا بنتمنى لكم الخير. ديروا بالكم منيح، دفوا حالكم منيح، الطقس شوي في سقعه وبرد. ضمن صباحنا اليوم عندنا كثير من الخبريات والفعاليات اللي بنحاول نسلط الضوء عليها من كافة المحافظات السورية، إضافة لضيوفنا يلي دائما بيغنونا بمعلومات مفيدة. وأكيد من مطعم بيرلنت رح نبتدي رحلتنا الصباحية لليوم، لكن بعد الفاصل. زينب كل يوم عندنا جولة على مجموعة من الأخبار المنوعة، تابعونا بالتقرير. أخبارنا المنوعة لليوم نبدأها من فرانزي، الروبوت الذي يعمل بجد في تنظيف أرضية المستشفى، وذلك ضمن إجراءات احترازية حول العالم مع استمرار جائحة كورونا. وابتكر هذا الروبوت لنفسه مهمة جديدة تقوم على الترويح عن المرضى وطاقم العمل في المكان.
ننتقل إلى الثلوج التي تشهدها أغلب مدن العالم، ولكن بعيداً عن مظهر الجمال يبدو أن العواصف الثلجية في ولاية تكساس تأخذ وجهاً آخر قد يكون مميتاً، حيث جمدت موجة قاسية البرودة آلاف السلاحف البحرية التي فرت إلى الساحل الجنوبي للولاية كما نرى. وختام أخبارنا من عالم الصحة وخبر غير سار لمحبي السهر، حيث بحث علماء الأعصاب من النرويج عن كثب في التداعيات المحتملة للسهر طوال الليل على صحتنا، واعتبروها ليست جيدة على الإطلاق. وبعد اختيار 21 شابا يتمتعون بصحة جيدة للبقاء مستيقظين لمدة 23 ساعة مع توفير بعض ظروف التحكم، توصل البحث إلى أن تغيرات كبيرة في المادة البيضاء داخل المخ حدثت بعد ليلة دون نوم. ووجد الباحثون أن الحرمان من النوم مرتبط بانتشار التباين الجزئي، وبعبارة أخرى تدهور في شبكات الاتصال داخل الدماغ، وهو شيء ربما تشعر به بنفسك إذا حاولت في أي وقت تجميع أفكارك بعد ليلة دون نوم. سالي، كثير من الاحداث والشخصيات اللي تركت اثر وبصمه بمثل هاليوم، خلونا نشوف شو سجلت ذاكره الايام ب 22 شباط. اليوم 22 شباط كثير من الاحداث شكلت بتتاليه ذاكرة عبر الزمن، ومن أبرزها بعام 1987 تأسيس جمهورية إثيوبيا الشعبية الديمقراطية، بعام 2008 افتتاح شارع المعز في منطقة الأزهر بالقاهرة الفاطمية ليكون أكبر متحف مفتوح للآثار الإسلامية، بعام 2017 علماء الفلك يعلنون أن نجم ترابسيت واحد يضم 7 كواكب خارج المجموعة الشمسية بعضها يدور في نطاقه الصالح للحياة. ومن الشخصيات اللي أبصرت النور بمثل هاليوم من العام 1788 آرثر شوبنهاور فيلسوف ألماني، وبعام 1914 ريناتو دوليبيكو عالم إيطالي في مجال الفيروسات حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1975. ومن الشخصيات اللي غيب الموت عن عالمنا بمثل هاليوم من العام 1988 ميخائيل نعيمة أديب وكاتب لبناني. هي كانت أبرز الأحداث اللي صارت بمثل هاليوم 22 شباط. نهاركم سعيد. محطتنا الصباحية زينب رح نبدأها مع عالم الفلك وأخبار الفلك والنجوم منعكساتها بالتغييرات المناخية على الأرض وتسارع وتيرة الاكتشافات الفضائية والتسارع أيضا الدول عالميا لحجز مقعد لها أكيد برحلات كبيرة بالعلم والتطور، آخر الأحداث والتطورات بعلوم الفلك. أكيد ضيفنا الدائم الدكتور محمد العصيري رئيس الجمعية الفلكية السورية اليوم ضيفنا، اللي حكى عن الطقس وعن الثلج وكل شيء هيك منه صار عم يتابعنا. يسعد لي صباحك. صباح الورد سالي، يسعد صباحك زينة وصباحكم خير يا رب. يسعد لي صباحك دكتور. يعني بعيدا أول شيء ما رح نحكي على المناخ، خلينا نبدأ بالكواكب بعدين على المناخ. كوكب المريخ، شو قصة كوكب المريخ وهالسباق الكبير للوصول له؟ تمام، إذا لاحظنا خلال الفترة الماضية كان في سباق محموم لكوكب المريخ، يعني كان المفروض هناك حتى عدة مسابر تنطلق العام الماضي كلها تأجلت لهالعام. عدة مسابر فضائية انطلقت إلى المريخ، منها المسبار آخر مسبار اللي هو بيرسيفيرانس
الأمريكي إضافة إلى مسبار الأمل، مسبار منجليان الهندي اللي حقق إنجاز غير مسبوق بالوصول إلى المريخ بأقل تكلفة ممكنة. يعني كان إنجاز منجليان أدهش العالم. الهند استطاعت الوصول إلى المريخ بتكلفة كتير كتير كانت قليلة. إضافة لهالمسابر المسبار الصيني يلي كان هو الدولة الثانية بالعالم يلي أنزلت سيارة على كوكب المريخ. مو بس هيك، الصين داخلة بمنافسة قوية جدا بالعودة بتربة المريخ كما عادت بتربة القمر إلى الأرض. إذن منلاحظ أنه أكثر من دولة اليوم عم تتسابق لكوكب المريخ. نعم. عم تتسابق. هون بقى السؤال، هون السؤال المهم جدا، ليش كوكب السر؟ إذا نحكي من الناحية العلمية، كوكب المريخ والكوكب نسبيا أكثر شبها بالأرض من الناحية أنه قد يكون على سطحه حياة. لما انطلقت مركبات فضاء إلى كوكب المريخ اكتشفت أنه لا حياة على كوكب المريخ كما هي معلومة بالنسبة للبشر اليوم، لكن قد يكون هناك بقايا حياة فيما مضى. لاحظ العلماء أن هناك على كوكب المريخ أنهار تجري حتى اليوم. نعم. ودوب التلج بيصير عندها مياه تجري. وجود غاز الميتان الطبيعي اللي كان إنجاز كتير كبير واللي رح يساعد بكرة وكالات الفضاء على مهمات الفضاء المستقبلية. هو غاز سام صحيح؟ هو غاز سام لكن مساعد جدا للمركبات الفضائية. كوقود. إضافة لهالشيء تربة المريخ غنية بأكسيد الحديد، وهي يمكن الناس تفكر أنه هذا الفيلم اللي طلع تبع The Martian أو المريخ خيال. لا لا، مبني على فكرة علمية أنه تربة المريخ صالحة لزراعة أكثر من نوع من المحاصيل الزراعية، منها البطاطا، منها الخاص، الفريز إلى آخره. فإذا البندورة يعني، فإذا اليوم المريخ يشكل الحديقة الخلفية للأرض. يمكن اليوم ما نقدر نستثمر المريخ، لكن بالمستقبل القريب هناك خطط وهناك نعم. مشاريع لاستثمار المريخ. هذا السبب دعا الدول للتنافس للوصول لكوكب المريخ، العودة بتربة المريخ، وضع بصمة لها على كوكب المريخ. بالإضافة لهذا كله، التقنية والتكنولوجيا اللي بتوصل أي مركبة فضائية لكوكب المريخ نعم. ستنعكس آثارها على الأرض. من خلال التكنولوجيا، من خلال الآلات اللي عم يستخدموها، من خلال طرق التواصل، من خلال دراسة الغلاف الجوي للمريخ وهروب الغلاف الجوي للمريخ. يعني مثل ما تفضلتي زينب بالمقدمة، أنه رح ينعكس إيجابياً على فهم أكثر لنا للأرض. يعني كمثال، تشبيه الأطباء لما بدهم يجربوا أي دواء أو أي لقاح أو أي شيء، بيجربوه أول شيء على الكائنات الأخرى، الأرانب إلى آخره، الفئران. فبيجربوا بعدين بيجوا عند الإنسان. كمان بعلوم الفضاء والفلك، التجربة تكون على الكواكب الأخرى قبل أن تكون نتائجها على الأرض. نعم. فنحن نفهم أكثر عن غلافنا الجوي، عن حياتنا على الأرض، عن مستقبل هذه الحياة على هذا الكوكب الجميل. يجب أن نفهم أشقائنا في المجموعة الشمسية. يعني من المريخ خلينا نرجع هيك على الأرض ونحكي عن التغيرات اللي حدثت، وخاصة التغيرات المناخية. يعني نحن بنعرف مناخنا هو 4 فصول، الصيف الشتاء، ولكن بمراحل متساوية. هلا عم نشوف الصيف عم يمط شوي والشتاء عم يجي قصير شوي بس برد كتير. في تغيرات مناخية، والله تغيرات كبيرة كتير. يعني فعلا كأنه الأرض يعني عم تعمل فينا مقالب مثل ما بيقولوا، لفة بالفصول، لفة بالفصول. فعم نشوف أحيانا بيوم واحد الفصلين ثلاثة يعني تماماً. لاحظتوا نزل الثلج، كنا نحن تحت لوا عم نحكي مع الأستاذ رامي المعد بوجهله تحية، عم نحكي أنه نزل الثلج وسبحان الله ثاني يوم كان كتير شوب وحرارة مرتفعة. إذا شو السبب؟ السبب يلي نحن عم نحاول نفهمه من خلال الكواكب الأخرى، ما يحدث على الأرض من احتباس حراري، من 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 قضية كبيرة جدا، من تلوث، من نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون وصلت إلى حد غير مسبوق. هذا الشيء عم يأثر سلبا على الأرض. يعني إذا بس تطلعنا على الفترة الماضية، دمشق نزل فيها هطل فيها ثلج، ثاني يوم بدل ما تنخفض الحرارة درجات متدنية نتيجة هذه الثلوج ارتفعت الحرارة. نجي للأردن، أردن، شمال السعودية، العراق، نزل فيها أمطار وثلوج بكميات غير مسبوقة. نجي على الصين صار فيها فيضانات. نجي على أستراليا، ارتفاعات حرارة وحرائق. فإذا في عنا تضارب مناخي كما العلماء قرروا أنه يسموه. هذا التضارب المناخي أو المناخي الأصح نتيجة لما يحدث في طبقات الدنيا من الغلاف الجوي. الإنسان ما زال يطلق كميات كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون، عم تشكل طبقة بالغلاف الجوي. هي الطبقة عم تسمك الغلاف الجوي، عم تمنع ارتداد عودة أشعة الشمس من الداخل إلى الخارج، عم تسبب رفع حرارة الأرض. اليوم ارتفعت درجة ونص وسطيا، هذا رح نشعر فيه بالصيف.
نعم. لاحظوا الكلام كثير مهم، بالصيف رح نشعر بهذه الدرجة ونص أكثر من الشتاء. بالمقابل الشتاء رح تكون متغيرة عما نعرفه، دول رح تعاني من شتاء قارس ما لم تعود عليه، والدول التي تتعود أو التي يكون لديها الشتاء القارس سيكون الشتاء أقل وتيرة. يعني حتلاحظوا هلأ الفترة القادمة، خلال الفترة القادمة أنه الجو رح يرجع ربيعي صيفي، رح يكون في منخفضين أو ثلاثة فقط، تنتهي الشتوية فجأة. كمية الأمطار إذا وصلت لمعدلاتها بيكون نحن بألف خير الحمد لله، يعني متوقع أنه الأمطار تكون أقل أو حول معدلاتها. طبعا هذه الدراسة طبعا عندنا من الأرصاد الجوية بيجي لهم تحية، التعاون الكبير معنا. فإذا منلاحظ أنه في تضارب. نجي للصيف بقى، حتلاحظوا الصيف هجم بسرعة قريب مدة طويلة، يعني رمضان في صيف، رمضان متوقع أن يكون يدخل صيف على صيف، يعني جو شوي مايل للحرارة أكثر، للشوب أكثر. إن شاء الله ما يكون هيك أكيد، يعني بالعكس كان اللي بيصوموا أكيد إن شاء الله يكون في شوية برود. صحيح، وحلو أنه بنيسان ينزل مطر، فلأنه نيسان مطرت نيسان حتى بالأمثال تحيي الإنسان كثير مفيدة وكثير منيحة وكثير حلوة للإنسان وللزرع. الصيف رح تلاحظوا أنه عم يمتد، هذا التغيرات المناخية رح تستمر حتى يتوقف الإنسان عن التلاعب في المناخ. اليوم يلي بتوقف فيه الإنسان عن التلاعب بالمناخ رح يتوقف هذه التغيرات المناخية. ومشان هيك زينب سالي، الأمين العام للأمم المتحدة لما أعلن حالة الطوارئ المناخية، الأمين العام عم يعلن حالة طوارئ مناخية، هذا بيدل قديش نحن وصلنا لشيء كثير كبير، فعلا لشيء كثير كبير. ونرجع لبداية سؤالكم، وهذا السبب التسارع باكتشاف الكواكب الأخرى لفهم آلية لمعالجة الاحتباس الحراري. نحن طيب عندنا مشكلة، كيف نعالجها؟ هل منوقف ضخ؟ طيب إذا وقفنا اليوم ضخ غاز ثاني أكسيد الكربون، كم يحتاج الغلاف الجوي لمعالجة هذا التغير؟ فإذا بدنا نعرف أكثر عن هذا الغلاف الجوي، عن طريقة المعالجة، عن ما هي المواد الصالحة اللي نضخها بالغلاف الجوي ممكن تحل لي مشكلة غاز ثاني أكسيد الكربون. كيف بدنا نرجع مناخنا لما مضى الى السابق، وكيف نحافظ على القلنسوتين الثلجيتين في القطب الشمالي والقطب الجنوبي يلي بيشكلوا صمام الامان للمناخ الارضي. نعم. يعني احنا صمام امامنا بالقطبين الجنوبي والشمالي، وتحديدا الجنوبي لانه كميه الثلج فيه اكثر. هذول صمام الامان، اذا داب الثلج فيهم كما يحدث اليوم فنحن مقبلين على كارثه كبيره فعلا. نعم. يعني بدون مبالغه، لكن هذا الواقع. طيب العلماء شو عم يعملوا؟ عم يحاولوا يفهموا اكثر، يدرسوا اكثر، يطرحوا حلول عديده، مثل المؤتمر باريس للمناخ اللي سوريا وقعت عليه، من اهم المؤتمرات اللي طرحت حلول، لكن للاسف كانت بعض الدول انسحبت منها مثل الولايات المتحده. حاليا عم يقولوا انه رح ترجع الولايات المتحده، لكن ما بدنا كلام، بدنا عملي، لانه مؤتمر باريس للمناخ يفرض على تلك الدول اموال بسبب تلويثها للمناخ، فبالتالي هذه الاموال ستصب في صالح البحث والاستكشاف العلمي ودراسة الغلاف الجوي. نعم. طب خبرنا عن كوكب القيامة المصنف عالميا وحقيقة اصطدامه بالأرض، كمان هي المعلومة نتأكد منها. برافو زينب، ذكرتيني فيه. كويكب القيامة أو يوم القيامة هو من الكويكبات الهامة جدا، واسمه بخوف تماما. هو اسمه الحقيقي له اسم علمي، اسمه الحقيقي أبو فيس. أبو فيس نسبة إلى الآلهة المصرية، آلهة الدمار والخراب المصرية عند الفراعنة، آلهة الدمار والخراب عند الفراعنة المصريين القدماء. أبو فيس، أبو فيس هو من الكويكبات الأكثر شهرة في تاريخ علوم الفضاء والفلك، درسوه العلماء بشكل كبير، اهتموا فيه بشكل كبير. السبب مداره المتساقط باتجاه الأرض. طبعا الشهر القادم رح يمر أبو فيس على مسافة 15 مليون كيلو متر من الأرض، هي مسافة آمنة، لن يسقط على الأرض بعد ما رح يصطدم بالأرض، ما رح يصطدم بالأرض، لكن حيكون مشاهدته ممتعة جدا بالتلسكوبات العادية. رح يكون فرصة للفلكيين أن يشوفوا هذا الكويكب لأول مرة، بيكون واضح ببين تماما، مو بالعين، بالتلسكوب، بالتلسكوب، بالتلسكوب. طبعا نحن بسوريا أنجزنا إنجاز مهم جدا، هو أكبر تلسكوب بالمنطقة تماما. لكم ألف مبروك، الله يبارك فيك. فحيتيح لنا الفرصة أن نشاهد هذا الكويكب بدقة. بعام 2029 رح يرجع هذا الكويكب يمر حول الأرض، وقت العلماء رح يكونوا كلهم على أعصابهم، بدهم يدرسوا كيف سيمر، يا ترى منحنيه مداره ولا لساته مبتعد، لأنه بعام 2068 هي المرور الأخير لأبو فيس. في ذلك المرور بعام 2068، والله يعطيكم ويعطينا طولة العمر لنشاهده بعام 2068، إيه إن شاء الله، يعني لساتنا شباب بنكون. فب 2068 وقتها هون الخطر، احتمال الاصطدام اليوم 1 على 100 ألف، لكن هذا الاحتمال يتضاءل، ف
ففي خوف في 2068 انه يحدث اصطدام ما بين الارض يكون انتقلنا على المريخ زرعنا وبين كويكب ابو فيس او كويكب يوم القيامه. طبعا احتمال ما زال ضئيل والعلماء عم يدرسوه بشكل اكبر. الجواب على هذا السؤال بيكون بعام 2029 عند المرور قبل الاخير لهذا الكويكب امام الارض. طبعا اذا اصطدم بالارض لا سمح الله مو لعبه، يعني ينهي الحياه تماما على الارض كما حدث باصدقائنا الديناصورات اللي كانوا قبل 65 مليون عام وانقرضوا بسبب كويكب بحجم كويكب ابو فيس تقريبا بنفس الحجم بيناتهم 457 ابو فيس متر، هذاك تقريبا نص متر نص كيلومتر، يعني هذاك اكبر شوي. انقرضوا الديناصورات على الارض تماما وسبب شتاء نوويا، فالخوف انه لا سمح الله اذا اصطدم بعام 2068 يسبب شتاء نووي ويعمل انقراض الحياه، لكن ما زال الموضوع مستبعد علميا، لكن بيضل تحت الدراسه وتحت الترقب، لانه هامش القضاء والقدر وهامش الكايوس او العشوائيه بهذا الموضوع كبير. يعني اي قلقله في حركه الكويكب اقترابا او ابتعادا قد يسبب الكارثه. دكتور، يعني يمكن نحن هلا عم نحكي ومشاهدينا عم تسمع شغلات جديده، وهو علم الفلك، خلينا ننوه انه هو علم الفلك وعالم اخر جميل جدا، يمكن علماء الفلك هن متوسعين فيه، ولكن نحن هلا من خلال فقرتنا عم نعطيهم تفاصيل وخفايا هذا العلم يلي هو مرتبط بالأرض أكيد، معنا في فضاء وفي أرض وفي كواكب. دكتور محمد، يعني يطول الحديث معك ومستمتع فيه، لكن وقتنا خلص. نتمنى لك هيك نهار حلو، يا رب هيك الطقس هيك يعني يعجب الكل. ان شاء الله. سالي يسعد صباحك، صباح البرد زينه وصباح الخير. دائما دراسه علوم الفضاء والفلك صدقوني تنعكس بشكل جميل على حياتنا النفسيه وعلى حياتنا المستقبليه وعلى حياتنا اليوميه. اكيد نتمنى هيك هالمنخفض يمر بخير وسلامه، كل العالم قربت، صرنا هلا بعصر كورونا نخاف يعني من الجريب. شكرا لوجودك معنا دكتور، وان شاء الله هيك بالحلقات القادمه بنحكي اكثر وبنتوسع بالتغييرات المناخيه، وهيك بلكي بتقلنا كمان نروح نشوف شيء مذنب مثل زمان. شكرا لك. شكرا. سالي، معلومات غريبه وجديده بنتعرف عليها يمكن لاول مره، خلونا نشوفها بهالتقرير. معلومات غريبة رح نتعرف عليها ضمن جولتنا. هل تعلم أنه قد يكون دماغ الإنسان أكثر نشاطاً خلال النوم مقارنة باليقظة؟ وأن الإنسان يخسر نحو 4 كيلوغرام من خلايا الجلد كل سنة، ولا يمكن للإنسان ذرف الدموع قبل أن يبلغ شهراً واحداً من العمر. وهل تعلم أن 68% من الأشخاص يعانون من متلازمة الاهتزازات الوهمية، وهي إحساس الشخص واعتقاده باهتزاز هاتفه المحمول بينما ينفي الواقع حدوث ذلك؟ وهل تعلم أن عدد البراكين على سطح الأرض يبلغ 540 بركان، وأن كمية المياه العذبة في العالم تبلغ 3% من معدل المياه؟ وأخيراً، هل تعلم أن كوكب عطارد يعتبر أصغر كواكب المجموعة الشمسية وهو أكبر بقليل من الأرض، وهو أسرع الكواكب بالدوران حول الشمس؟ رح نروح أيضا للعمل التطوعي زينب والعطاء التطوعي. نظم فريق عطاء تطوعي يوما ترفيهيا تحت شعار أنا أستطيع خلق البهجة بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الأطفال، بهدف رسم الفرح والبسمة على وجوه الأطفال المصابين بالسرطان. تفاصيل أوفى مع أسامة ديوب بحمص. بهدف رسم الفرح على وجوه الأطفال المصابين بمرض السرطان، نظم فريق عطاء التطوعي يوما ترفيهيا تحت الشعار أنا أستطيع خلق البهجة بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الأطفال، وذلك في فندق سفير حمص. وتضمنت الفعالية أنشطة تفاعلية وألعاب خفة وتوزيع هدايا بمناسبة اليوم العالمي لأطفال السرطان.
عم نسوي فعالية اسمها فعالية بهجة، هي برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبالتعاون مع وزارة السياحة، تمام؟ عم نستهدف فيها، هي يوم ترفيهي للأطفال، عم نستهدف فيها 80 طفل تقريباً، هن من مشافي ومن مراكز طبية، بالإضافة من جمعية سورية لمكافحة السرطان بحمص. اليوم فعاليتنا بتتضمن أنشطة متنوعة للأطفال، رح تكون عم تنقسم على عدة أقسام، أول شيء أنشطة حركية ترفيهية لحتى الأطفال يغيروا جو، ضمن متطوعينا مع أدواتنا الخاصة، بالإضافة لماجيك سحر، أشخاص ودمى رح تكون عم بتشاركنا برقصات بشوية موسيقى وحركات رياضية بتناسب قدراتهم الجسمية، بالإضافة لوجبات طعام رح نقدمها للأطفال صحية وهدايا موزعة على الأطفال بختام هذا النهار الحلو. نحن اليوم جمعنا أطفال السرطان، الهدف منا إدخال البسمة لقلوبهم ورسم الضحكة على وجوههم، لأني بتعرف هالأطفال عم بيعانوا وأوجاع وآلام وأمراض ما شافوا شيء يسعدهم، فنحن حاولين بهذا اليوم أنه نحن ندخل السعادة لقلوبهم، نعمل يوم يكونوا يتذكروا يبقى بذاكرتهم ويعطيهم أمل لقدام. جينا ننبسط نلعب، انه الاراده لحياه كبيره نتعاون. نحن فرحانين كثير وعم نلعب وكل شيء، مرضان عم ينسى المرض اللي معاه، ونحن عندنا امل بالحياه انه نعيش ونلعب وننبسط. نحن عندنا اراده كثير قويه انه نعيش ونلعب ونعمل شو ما هاي ونكمل ان شاء الله ونصير بدربنا. الفعالية تهدف إلى تقديم الدعم المعنوي للأطفال والوقوف إلى جانبهم للتخفيف من معاناتهم عبر مشاركتهم بأنشطة فنية وترفيهية وزرع أمل الشفاء في نفوسهم. الأخبارية السورية، أسامة ديوب، حمص. تالي وصلنا لمساحتنا الاجتماعية ورح نحكي عن موضوع يمكن كتير صرنا عم نسمعه، هي صفة سيئة وملاصقة للأسف بمجتمعنا، مع أنه نحن بعاد عنا يعني كنا، بس صارت شائعة بكثرة. النفاق الاجتماعي شو هي أسبابه؟ بدنا نتعرف عليها اليوم، ظواهره، كيف ممكن نتعامل مع الإنسان المنافق اجتماعيا، وليش صارت هي الظاهرة بكثرة موجودة بمجتمعنا. كل هالأسئلة بدنا طبعا نجاوبنا عنا عزة فيصل كردي، أخصائية نفسية واجتماعية ومدربة كمان بالتنمية البشرية. يسعد لي صباحك. يا صباح الخير والورد. صباح الخير عزة. بداية موضوعنا يعني مثل ما قالت زينب، موضوعنا مهم جدا وانتشر بالفترة الحالية، هو موجود ولكن هلأ تفاقم نتيجة مواقع التواصل الاجتماعي، نتيجة أيضا النفوس حسيت تغيرت كثير، تغيرت عن جد. فخلينا هيك نبلش موضوعنا بتعريف النفاق الاجتماعي. نعم، تعريف النفاق الاجتماعي هو اضطراب نفسي داخلي دائما بهذا الاضطراب يظهر الإنسان فيه غير ما يبطن من مبادئ وأخلاق وقيم فاضلة، وبيحاول يبتعد تماما عن سمات شخصيته الحقيقية، دائما بيكون الداخل غير الباطن. نعم، طب أكيد في أسباب وفي ظواهر وفي يمكن أشياء تدفع الإنسان للنفاق. يمكن أنا بشوفها مثلا غيرة أو ما بده يخسر حدا بالمجتمع فبيحاول يكسب كل الأطراف. نعم. فشوفي لنا انت المنظورات الثانيه والاسباب الثانيه ممكن تؤدي لهذا المرض. خلينا نقول هلا هو اكيد فيني انا اقول عنه مرض عصري صراحه يعني، وتفاقم مثل ما تفضلت هلا بالاونه الاخيره بمواقع التواصل الاجتماعي، لكن من اهم اسبابه دائما انا بقول انه الشعور بالنقص، وشعور دائما الانسان عنده شعور بالنقص بشخصيته، فبيحاول انه يكون عنده استشعار لعظمه الاخرين، وبيعتبر انه هذا الشيء انه ينافق لهم فهذا شيء واجب اجتماعي. طبعا هذا خطا كبير. يعني هو ما بيحس حاله منافق؟ هو بيعرف حاله منافق، اكيد بيعرف حاله منافق. الاسباب الثانيه ضعف وعدم ثقه بالنفس اكيد. كمان من الاسباب اللي بتخلي الانسان الحقد والغيره بتكون من سمات شخصيته الاساسيه، يعني هو بيعرف حاله انه عنده حقد وعنده حسد وعنده غيره، فبيحاول انه هو دائما يغطي على هاي الامور بالنفاق. وعندنا كمان بيحاول انه هو دائما يستشعر وياخذ من عواطف الاخرين حتى هو يعني يستغل هاي العواطف لمصالحه ومكاسبه الشخصيه. نعم، يعني عزة عم نشوف كثير هلا مثلا اذا ما بحب حدا ما فيني اقول له
ولا كلمة نعم. يعني ولا 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 وردة بعكس الشيء اللي عم يصير هلا يعني عم نشوف عالم عن جد بالحياة الاجتماعية نعم. هنن ما بيحبوا بعض، ما رح نقول ما بيحبوا بعض، هنن يعني في هيك حساسيات بين بعض، في غيرة نعم. نعرف الغيرة كثير منتشرة وخاصة الغيرة من النجاح وهي كثير بنشوفها، هذا من أهم دوافع الـ 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 النفاق. النفاق الاجتماعي تماما. بنشوف مثلا بمواقع التواصل في حب رهيب، يعني اللي بيشوف العالم اللي ما بيعرفهم صحيح. بيميز يعني، فقدي بيصير في نوع من الانفصام بالشخصية، يعني كمان هي انفصام شخصية، انت ما بتقول له مرحبا للزلمة بالحياة العادية، على الفيس بتحبه كيف زبطت؟ يعني قمة النفاق. انا بقول دائما مرض عصري صحيح، يعني حقيقة لازم يعني يحارب هذا المرض بكل اشكاله، لانه دائما هو منبر مواقع التواصل الاجتماعي هو لتبث سموم هالنفاق، فبالتالي انه شو بصير؟ بصير انه بتكثر مشاعر المجاملات والحب اللي ما هو موجود اساسا بالواقع صحيح. وبيكون مثلا شخص بيكون مع شخص معين، فبالتالي بتكتر هاي الكلام المعسول اللي هو بالاساس بالواقع والحقيقه، اذا شخصين مثل ما تفضلت شافوا بعضهم انه ما يعني هذا الشيء غير موجود، اما لمصلحه مع شخص او لحتى يكون في ليغطي على شيء اخر، فبالتالي يا ريت نحن يعني نوع على هذا الموضوع، انه حتى يعني عم يكون في اثاره للكذب، للخيانه، للغدر، للتبذير، لكل هاي المواقف ولكل هاي المشاعر الكاذبه وتهميش للمشاعر والاخلاق الاساسيه اللي نحن بالاساس المفروض انه نحافظ عليها وتكون هي مصدر اساسي لتعاملاتنا، اللي هي الصدق. يعني هي الصدق هذا اساس شيء نحن لازم يعني نحاول انه نتمسك فيه ونربي ابنائنا ونبدا من الاسره الصغيره، بالتالي كثير لازم يكون عندنا وعي ونضج بهذا الموضوع، موضوع النفاق خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. نعم، يعني عزة مو بس المنافقين اجتماعيا هن المنافقين ما بيأذوا حدا، عم توصل نعم. لمرحلة الأذى مثلا ممكن يوقعوا بين طرفين معينين، يحكوا على هذا يحكوا على هذا وينافقوا الاثنين، فهون بيفقدوا مصداقية، بيخربوا صح. علاقات بصير هذا الشيء بعيد عن مجتمعنا، يعني نحن نعم. دائما كنا كسوريين مجتمع الشهامة وهيك والكفونة مثل ما بيقولوا، ونحن اللي مثل السيف بظهر الثاني. ايوه بالضبط. وين هي الأخلاق؟ ليش هلا عم نشوف كتران مثلا منافقين؟ قد ايه فينا اليوم نرجع نتمسك بأخلاقنا السورية الحلوة ومجتمعنا السوري؟ اكيد نحن لازم نتمسك فيهم، لانه نحن من خلال هذا الوعي، وانتم مشكورين صراحه، يعني دائما اي منبر اعلامي بيسلط الضوء على اي ظاهره موجوده هي ولازم يكون في لها حل، يعني دائما الناس لازم تنتبه لهذا الشيء، انه هذا الشيء يعني كثره المجاملات وتفشي هالنفاق الاجتماعي بالعكس هو عم يكون في كان في خلط بين المجاملات والنفاق، يعني المجاملات شيء اكيد، المجاملات شيء والنفاق الاجتماعي شيء ثاني، النفاق الاجتماعي عم يهدم بيوت، النفاق الاجتماعي مشكله عم بتكون هي الى اثار نفسيه وسلبيه جدا على المجتمع، من قطع صله الارحام صحيح. من تردي على المستوى الاخلاقي، انحلال القيم والمبادئ اللي تفضلتي حضرتك فيها هلا، المفروض انه نحن على العكس تماما نتمسك بجوهرنا، لانه هو هذا الشيء اللي بيميزنا، بيميز مجتمعاتنا صحيح. فبالتالي نحن كل ما كنا عندنا وعي لهذا التاثير السلبي لهذا الموضوع، فاكيد نحن رح نرجع لطبيعتنا ونحد من هذا الموضوع. انا بس بدي اقول كلمه صغيره، انه نحن دائما عندنا امر انه المنافق لازم نحن نحسسه انك انت انسان منافق. كيف نتعامل معه؟ الانسان المنافق نحن دائما نخليه نتعامل معه بذكاء انفعالي اجتماعي، بمعنى انه نحن بنعطيه اشارات انه انت انسان منافق، اكيد نحن ما رح نتعامل معك بعد فتره، واكيد هلا انت ظاهر لنا ومكشوف، بعد فتره رح تنكشف للاخرين. نعم. فقط، اما نحن اذا شفنا انسان منافق وعطيناه مثل ما بده، حسسناه انه انت رائع وانت نحن امنين بنفاقك، فبالتالي نحن كنا مثله، فبالتالي نحن لازم نحد من هاي الظاهره ابتداء من الفرد انتهاء بالاسره والمجتمع. اكيد. نعم، يعني عزه ايضا خلينا كمان نفرق بين جبر الخاطر وبين نعم. النفاق، ببين هيك الانسان مثلا احيانا بيشعر بخاطر حدا ممكن ما يكون صحبه هو وياه،
كلمات ممكن معينة، ولكن هذا بيختلف عن النفاق يلي بيكون بجرايد وعن جد نحن بتتفاجئي فيه، يعني حتى بينزل من عينك الشخص. يعني أنا بس شوف واحدة مثلا أو حدا وبعرفه بالواقع شو هو، مش بشوفه على أي موقع فيسبوك أو أي شيء تاني وبعرف أنه بيحكي على هذا الشخص. طب إذا أنت بتحكي عليه وما بتحبه، كيف قدران تقول له أنت جميل وأنت حلو يعني حبيبي وحياتي كله 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 عم يشوف يعني عن جد يعني هذا حديث يعني يمكن هلا الكل لازم يدير باله منه يعني صحيح. او حتى يلي مصاب فيك شوي يعني تعال يعني في فرق بين انك انت تجبر بخاطر حدا بكلمه حلوه، الكلمه الحلوه معروف اثرها عند الناس طيبي، بس احنا عم نحكي نفاق اجتماعي اللي هو بيكون اهدافه دائما سيئه وما بيكون هو ظاهره اجتماعيه حقيقيه لانه إلى اثار سلبيه سيئه جدا على المجتمع. نعم يعني عزة يمكن كثير من الظواهر الاجتماعية ظهرت مؤخرا بمجتمعنا، يمكن السبب هو بعض الأفراد اللي أثروا على مجتمع ككل، وممكن السبب أنه نحن ما عم نعرف نعالج يعني المشكلة عند الفرد مثل ما قلتي بحد ذاته لنعالجها بالمجتمع. نحن كثير انسرينا بالمعلومات اللي عطيتينا إياها، ونتمنى من كل إنسان يحس ويشعر بقلبه مين بيحبه ومين لا، واكيد يعني حلوه المجاملات مثل ما قلت الكلمه الحلوه، بس ما توصل لحد المصالح اللي ما توصل لحد اكتساب المصالح ودائما اثاره عواطف الاخرين لحتى صحيح. تكون المكاسب وتفرقه الاشخاص المحبين عن بعضهم، قطع صله الارحام. نحن دائما بننادي بانه الانسان يرجع لقيمه الحقيقيه والمبادئ ولاسرته حتى لحضاره المجتمعات ورقيها باخلاقها ومبادئها. شكرا كثير لك يا عزة على كل المعلومات. شكرا لكم عزة، شكرا كثير لوجودك معنا، ومثل ما قلتي اكيد كل انسان بيعرف حاله من جوا، بيعرف نفسيته، بيعرف طبعه صحيح. ان شاء الله يا رب هيك مع هدول المواضيع اللي نحن عم نسلط الضوء عليها نكون وصلنا لاكبر شريحه ممكن يمكن للحد منا وعدم تفشيها وانتشارها. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيكم يسعد صباحكم. تسلمي. اما هلا زينب رح ننتقل لتقريرنا اللي كان بمشاركه 44 مشاركا من مختلف الاعمار، حيث افتتح معرض فني باسم براعم تزدهر في المركز الثقافي بالسلمية في ريف حماة، تضمن لوحات فنية تشكيلية تجسدت بين الواقع والتجريد والسريالية. تفاصيل أوفى مع مراسلنا في حماة محي الدين فهد. افتتح معرض فني باسم براعم تزدهر في المركز الثقافي العربي في السلمية بمشاركة 44 مشارك من مختلف الأعمار، وتضمن لوحات فنية تشكيلية تجسدت بين الواقعية والتجريدي والسريالية. هلق المعرض اجى متنوع هو كثير، في جزء منه واقعي، جزء منه تعبيري، جزء منه تجريدي شوي. لامس كثير جزء لامس بهذا الواقع. هي رابع لوحة طبيعة الي يعني، فأنا بحب الطبيعة من خلال الألوان اللي فيها، كثير بحب تنويع الألوان. وبهي الرسمة أنا حطيت كل طاقتي. اختياري للوحاتي كان اختيار أنا أكون مبسوطة فيه، وقت اللي أنا رح أرسم هاي اللوحة أكون فرحانة فيها، أكون عم استمتع فيها. رسمت هاي لوحة الأكريليك، نقيت الوقت بالغروب من النهار لأنه هو أكثر وقت بالنهار بيمتزج فيه الألوان وبيطالع ألوان مثل ما نقول ألوان صارخة. هي رح بتعبر عن الطبيعة بسوريا ورح تضل سوريا صامدة رغم كل الظروف عم تمر فيها. وتضمن المعرض ورشة فنية للرسم الحر، عبروا من خلالها عن مكنوناتهم وأفكارهم بطرق إبداعية مختلفة. أنا كتير حبيت أطبق فكرة تكعيبية، طبعاً هي فكرة نتاج ذاتي، إنه أخذت الفكرة من عندي، نتاج تدريب كتير بالورش اللي عنا بمرسم الإبداع. طبعاً الفكرة بتحكي عن الواقع اللي عنا، خصوصاً إنه هي إنه مجالها إنه هي بتمنع التفكير. أول شيء بتنم عن جانب فني وتذوقي يعني جميل، يعني وهي حركة للمدينة بشكل عام، يعني لوحات جميلة جداً وبتعبر عن إبداع للراسمين والرسامين اللي قاموا فيها. الحقيقة تفاجأنا بهالموهبة الجميلة بهالفنانين الصغار، نتمنى لهم التوفيق، وهي رسالة للعالم سوريا واللادي للمبدعين وللفنانين. ومعظم اللوحات المشاركة هي من مخيلات مبحرة واسعة الثراء، جسدت مساحات رسمها مبدوعو المرسمي وصوروها بألوانهم وروحهم
لتحاكي المتذوق. للأخبارية السورية محي الدين فهد. أكيد مشاهدينا مكملين بفقراتنا الصباحية، لكن قبل ما نبدأ بمساحتنا الطبية رح نروح لفاصل صغير وراجعين. مساحتنا الطبية اللي وصلنا لنا سالي، أكيد نركز اليوم على الطعام الصحي اللي دائما بنحكي عنه بس ما في تطبيق. اليوم بدنا نحكي عن تعدد الوجبات، عن الطعام الصحي، كمان الأمور اللي بتأثر على امتصاص السكر بالجسم. أكيد كل هالأسئلة رح تجاوبنا عليها الدكتورة منى الذكر، اختصاصية غدة صم وسكري ورئيسة قسم الطفل السكري بدمشق بمركز العيادات التخصصية. يسعد لي صباحك دكتورة. يا صباح النور. سعد صباحك. صباح النور. صباح الخير يا دكتورة. بداية نحن بنعرف قديش السكر أو ضراره عالية، السكر الأبيض، قديش أيضا خلينا نخص الأطفال يلي بتناولوا كتير السكريات بحبوهم فبيعطلون كتير. خلينا نحكي عن أيضا نمط النظام الصحي، نبدأ بما هو النظام الطعام الصحي أو الطعام الصحي ما هو مكوناته؟ الطعام الصحي يعني تأمين العناصر الغذائية اللازمة لبناء الجسم، للعمليات الاستقلابية اللي هي مستمرة بجسمنا، تأمين العناصر اللي هي ضرورية للعمل والحركة وتعطينا طاقة لجسمنا. وقت نقول كلمة طعام صحي يعني لازم نحن نعرف شو لازم ناكل، شو نوع الأكل وشو كميته. طبعا مكونات الطعام هي عديدة، في عنا 6 مجموعات هي أساسية لازم تكون ضمن مكونات وجباتنا اليومية، هي الكربوهيدرات، البروتينات، الدهون، الفيتامينات والمعادن والألياف. طبعا أول 3 مجموعات هن المجموعات الرئيسية والأساسية. يعني الكربوهيدرات مثل اللي هي سكر الجلوكوز اللي هي بتحمل طاقة سريعة للجسم وضرورية للحركة. البروتينات هي مثل الحموض الأمينية وبتحمل طاقة بطيئة. نعم. طاقة بتكون بطيئة وبتعطينا ضرورة الشيء ضروري للبناء بالجسم. بينما الدهون هي كمان بتحمل طاقة بطيئة مثل الحموض الدهنية وهي ضرورة لتخزين الطاقة بجسمنا. نعم، يعني نحن دائما دكتورة بنحكي بمصطلحات الكربوهيدرات، البروتينات مثلا، السكريات، لكن ما بنحدد شو هي الأطعمة أو المواد الموجودة فيها والنسب اللي لازم تتاخذ. يعني هلا بنقول الكربوهيدرات ممكن حدا ياكل رز مثلا كثير، أو مثلا ياكل عرفتي، أو بروتينات ياكل مثلا لحمة كثير، فخلينا كمان، أو فول كثير، هذا كمان بيضر على الجسم ما وعم يأثر كمان على وزن الجسم. ونحن دائما بنشدد على نوع الطعام والكمية. اي طبعا صحيح؟ هذا كثير اساسي بوجباتنا، او كميه الحريرات اللي لازم نحن ناخذها، كيف تقسيمها تماما. هلا هذا الشيء نحن مثلونا اياه بالهرم الغذائي اللي هي لازم يضم المجموعات الاساسيه اللي نحن هلا ذكرناها. بس مثل ما ذكرتي حضرتك بالنسب معينه لازم تكون، وهالنسب بتختلف حسب العمر، الجنس، حسب كمان الحركه والطاقه اللي بيقوم فيها يوميا، وحسب المرحله الفيزيولوجيه مثل مرحله المراهقه او الحوامل المرضعات. بس بنسب عام بشكل عام في عنا نحن نسب معينه عم تكون موجوده. يعني بهذا الهرم الغذائي اللي نحن هلا ذكرناه عند القاعده هون بدها تكون النسبه الكبيره للحريرات اليوميه اللي هي بتضم النشويات، يعني قبيله هي مثل الرز، الخبز، البطاطا،
اللي هي بتشكل 60% من الوارد الحراري لنا يوميا. نعم. اذا طلعنا مستوى اعلى بيكون عندنا الفاكهه والخضار، اعلى بيكون عندنا البقول، الالبان، الاجبان. طبعا هون عم تقل الكميه الحريرات نحن قديش عم تدخل للجسم. بذروه الهرم هون اقل كميه نحن لازم نتناولها، هي بدها تكون الدهون والسكريات. نعم. يمكن دكتوره حكيتي عن نوعية الطعام، الكمية، ولكن كيف فينا نحن نقسم طعامنا؟ يعني مثل ما بنعرف الكربوهيدرات ممكن ياخذها الصبح بكير، البروتينات الظهر، السناك بيكون كمان مقطع فيه شوية سكريات، يعني منقسمهم. قديه مهم تقسيم الطعام، وكيف فينا نقسم نحن وجباتنا، وكم وجبة يعني فينا نقسم بالنهار؟ كثير ضروري ان يكون عندنا وجبات متعدده وصغيره. يعني كثير غلط وقت في ناس بيقولوا لك ناولنا وجبه واحده باليوم، انه بفكروا انه هذا ممكن يكون شيء صحي او لتنزيل وزن. اكيد لا، لازم نحن ناكل وجبات صغيره ومتعدده، الوجبات الرئيسيه الفطور الغداء العشاء وبيناتها وجبات سناك الصغيره. ما فينا نقول انه انا الكربوهيدرات او السكريات بشكل عام انه هي تكون بس بالوجبه الصباحيه، لازم تتوزع على كل الوجبات اللي نحن بنتناولها. وفي مثل قلنا نسب معينه او في حصص نشويه او حصص بروتينيه بتنحسب لحتى نقدر نحن نحصل على وجبه تكون هي متوازنه وصحيه بالنسبه لنا. يعني الكربوهيدرات هي 60% من 50 ل60% من الوارد بدها تكون بكل وجبه. بشكل عام البروتينات هي بدها تكون تقريبا 15 ل20%، الدهون نسبتها تقريبا 30%. طبعا نوعيتها بتختلف وكيف تقسيمها، بس طبعا بتتم الوجبه الكبيره هي وجبه الغداء، والوجبات الاصغر بدها تكون الصباحيه والمسائيه. نعم دكتورة، قبل ما نفوت هيك اكثر على الطعام الصحي والاخطاء الشائعه، خلينا نحكي شوي عن الانظمه الشائعه بالمجتمع وهي نظام الصوم المتقطع اللي بيقول مفيد ل يعمل مناعة بالجسم. هل هالمعلومة صحيحة ولا بتضر، وخاصة للمعون سكري أو غدة أو شيء؟ ممكن الصوم المتقطع يفيد المريض إذا حاول هو بده ينزل وزنه، بده يحاول أنه في فعلا عنده دهون او نسب شحوم زياده هي بالجسم. بس اذا اجينا على شيء اللي هن امراض مرضى سكري او مرضى الغدد، مرضى السكري اساء اكثر اكيد، لانه نص علاجنا هو طريقه الاكل اللي بياكله المريض تماما باوقات معينه. تماما، فما بقدر انا لمريض السكري اللي تم فتره كثير طويله ما عم تاكل وعندنا مده كثير قصيره هو ياكل فيها، لانه هو عم يتناول ادويه. صحيح. الخافضات الفمويه اللي عم ياخذها او الانسولينات خاصه ممكن تعمل له هبوط بسكر الدم. فكتير ضروري لمرضى السكري انه هن يقسموا وجبات، وما بنقدر نقول لهم صيام متقطع. وحتى اذا صام لفتره شوي طويله مريض السكري، وخاصه اللي عنده نقص بالانسولين بجسمهم، بصير نستخدم الطاقه اللي هي ما عاد عم ياكل يتناول وجبات فيها كربوهيدرات، وخلص مخزون الجسم من السكريات، ممكن يصير يستعمل الجسم طاقه من البروتينات من الدسم اللي هي موجوده جوات جسمنا. هذا بيؤدي لتشكيل اجسام خلونيه، وهذا يعني عندي يا انا خلل بالاستقلاب وبسيء لجسمه لمريض السكري. اكيد. نعم دكتوره منى، ايضا مو يعني الواحد دائما يحط قاعده انه لا السكر هو ضار 100%، ايضا الجسم بحاجه لنوع من السكريات، ولكن دائما الاطباء بينصحوا بالسكريات الطبيعيه يتناولها الانسان عن طريق التمر، الشغلات اللي فيها الشوندر، اكثر من ما ياخذ السكر حر. يعني هون النسبة بتخف، هل هدول ضارين مثلهم مثل السكر العادي ولا لا الجسم بحاجة لهم بوضع معين أحيانا بيكون؟ أكيد السكر هو ضروري بأنواعه، بس لازم تكون في نسبة معينة. حتى السكر الأبيض. حتى السكر الأبيض. هلأ أنواع السكر عندنا، سكر ممكن يكون بسيط حتى نعرف أي نوع نحن بدنا نقي. تماما. في عندنا السكريات البسيطة اللي هي سهل امتصاصها كتير وهضمها سهل، مثل سكر جلوكوز. في عندنا السكريات الثنائية اللي هي بتتشكل من نوعين من السكريات الأحادية، هي بنشوفها كمان بسكر مثل المالتوز موجودة مثلا بالبطاطا الحلوة. في السكريات المعقدة أو المركبة اللي هي بتتشكل من عدة أنواع أو ثلاث أنواع أو أكثر من السكريات البسيطة. طبعا هي هضمة بيحتاج عمليات استقلابية أكثر لنوصل لسكر الجلوكوز ليتم امتصاصه بالنهاية مثل النشويات. نعم. طبعا كثير ضروري نحن نعرف انه حسب الشخص هي بتختلف، انه انا اذا مريض عنده سكري اكيد بدي احاول ما اعطيه سكريات سريعه الامتصاص رح ترفع له سكره بشكل كثير كبير. تمام. نلجأ غالبا لسكريات الامتصاص بطيء، لانه اذا عم نعطي بعض الادويه مثل الانسولينات
الانخفاضات او الخافضات في مثل دكتورة بدنا سكر يكون امتصاص وبطيء حتى ما يعمل له هبوط سكر. نشويات الخبز والرز بنسبة معينة. دائما مريض سكري بفكر انه انا ما لازم اكل رز، ما لازم اكل خبز، لا بدنا اياها بنسبه معينه تكون موجوده بغذائه وتحافظ له على نسبه ثابته من السكر بالجسم وما يصير عندنا هبوطات بسكر الدم. طيب خلينا نحكي عن مقدار السكر المسموح في اليوم لجسم الانسان للوقايه من انه يكون في عنده مثلا ارتفاع بالسكر او انه ياكل زياده سكر. بنعرف دائما انه السكر قد ايه بياثر سلبا على الجسم، سكر وملح، بس السكر هلا العالم كلها بتحب الحلو، فخلينا نحكي كمان المقدار المسموح فيه. تمام. هلا المقدار غالبا هو بين 200 ل 300 جرام باليوم، اذا قل عن 100 كمان اذا قل هو مشكله بالنسبه لنا، اذا نقص عن 100 جرام باليوم بيؤدي لما ذكرنا هلا هو الحموض الخلونيه اللي بتتشكل بالجسم هي سيئه. بس له مصدر يعني مو السكر الخام فينا ناخذه من الفواكه من الرز من الخبز ما هيك؟ تمام يفضل هي المواد اكثر ما تكون السكريات السريعه والحلويات. طبعا بدنا نحاول نحن تتقسم على وجبات، 300 جرام يوميا تقسم على الوجبات الرئيسيه الفطور الغداء العشاء، ممكن يفضل دائما تكون هي بطيئه الامتصاص مثل ما ذكرنا قبل شوي. نعم. ايضا دكتوره في كثير صبايا عم ياخذوا هلا بياخذوا سكر وبياكلوا بالدنيا بعدين بياخذوا حبه يعني مثل الميتافورال تمام هدول القصص عم ياخذوها يعني بشكل انه ممكن تنزل السكر، هل هذا الشيء صح انه احنا بناكل سكر بعدين بناخذ حبه دواء؟ يعني كمان في عادات خاطئه او حتى متداوله بين الصبايا اللي بيحبوا انه ينزلوا وزنهم يعني. تمام. الماده اللي ذكرتيها اللي هي الميتفورمين هي دواء طبعا للسكر، هو خط أول بعلاجنا، آلية عملها بالجسم إنه هي بتبطئ امتصاص السكريات، بتأثر على فعل تمام بتأثر على فعل الأنسولين بعد ما بينفرز الأنسولين من البنكرياس، بتساعد مستقبلات إنه تستقبل السكريات بشكل منيح الأنسولين عفوا، فهذا بيساعد على دخول السكر لداخل الخلايا إذا بنفعل مستقبلات الأنسولين. طبعا هون نحن في استعمالات له غير إنه للسكري كعلاج، ممكن يستعمل للبي سي او او مبيض متعدد الكيسات يعني منيح. طبعا بيعطى علاج لمبيض متعدد الكيسات وزياده الشعرانيه بالجسم. يستعمل احيانا عم يستعملوه لتنزيل الوزن كونه عم ببطئ افراغ امتصاص السكريات مع امتصاصها بشكل سريع حسب الجسم. هلا اللي عندهم مقاومه على الانسولين بجسمهم بينزل وزنهم اكيد بس يستعملوا الميتفورمين، بينما اللي ما عندهم مقاومه على الانسولين بتشوفيهم اخذوا هيدي الماده وما نزل وزن، فكتير ناس بيقولوا لك اخذنا ونزل وزننا بشكل صريح، وفي ناس مقابلهم اخذوا وما نزل وزن. كيف هي بتعود على اليه انه زياده البدانه او زياده الوزن اللي هي موجوده عموما. كيف بيعرف الشخص اذا مقاومه الانسولين بجسمه تماماً جيده او لا؟ طبعا هلا هي بده يكون نسبه الانسولين هي مرتفعه بالجسم. طبعا اللي عندهم مبيض متعدد كيسات هن عندهم مقاومه على الانسولين، اللي عندهم بدانه مركزيه بتكون هن عندهم مقاومه على الانسولين. في بعض التحاليل ممكن نلجأ لها تساعدنا. تمام. ففي الناس تعملوا فعلا فادهم بشكل صريح وممكن انه يتاخذ مثل ما قلنا اذا ما في مقاومه وما ينزل الوزن. نعم. طيب نحن المعلومات اللي عطتينا اياها كثير قيمه، يمكن هي معلومات دائما بتعيدوها لمرضاكم لكن التطبيق عم بيكون صعب لإلها، فدائما لازم نعيدها ونوعي الناس على خطورة السكر بالطعام ونركز على أهمية الطعام الصحي وخاصة بهي المرحلة لأنه بيكسب مناعة كمان بهذا الجو. نحن نشكرك دكتورة على كل المعلومات اللي عطيتينا إياها وأهلا وسهلا فيك. شكرا كثير. شكرا لك دكتورة منى على المعلومات القيمة اللي فتينا فيها وفتي مشاهدينا. أما هلأ صارت الساعة 10 زينة وصار الوقت لننتقل لغرفة الأخبار لنطلع على آخر الأخبار اللي عم تشهدها الساحة السياسية مع زميلتنا هديل العلي. صباح الخير يا هديل. صباح الخير سالي، صباح الخير زينب، صباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية السورية. موجز لآخر وأهم الأنباء بعد هذا الفاصل. واصلت ميليشيا قصد ممارساتها الإرهابية بحق المدنيين في مناطق انتشارها بالجزيرة السورية، واختطفت بمساندة من حوامات الاحتلال 3 مدنيين من مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.
مصادر محلية ذكرت أن مجموعات مسلحة من ميليشيا قصد داهمت تجمعا للسيارات والآلات الهندسية الثقيلة في مدينة الشداد واختطفت 3 مدنيين واقتادتهم إلى مقر قاعدة الاحتلال بالمدينة. جدد الرئيس الإيراني حسن روحاني التأكيد على موقف بلاده الثابت الداعم لإيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا، كما أكد روحاني خلال اتصال هاتفي مع رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان على مواصلة محادثات الدول الثلاث الضامنة روسيا إيران وتركيا ضمن صيغة أستانا، بما يسهم بتوفير ظروف عودة المهاجرين السوريين جراء الإرهاب إلى وطنهم وإلى اهتمام خاص لعمل لجنة مناقشة الدستور. ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على أحد إرهابيي تنظيم داعش في محافظة الأنبار، وأفاد مصدر أمني أن مفارز الاستخبارات العسكرية تمكنت من إلقاء القبض على أحد إرهابيي التنظيم متخفيا وهو يعمل في أحد المعامل لصناعة الإسمنت في قضاء الكرمة. أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها توصلت وإيران لاتفاق يتيح مواصلة تفتيش المنشآت النووية الإيرانية لمدة 3 أشهر قادمة من دون شروط، وتوصل الجانبان إلى اتفاق بعد محادثات بين رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر الصالحي. وقال جروسي: حصلنا على نتيجة جيدة ومعقولة من المحادثات في إيران. أخيرا، قتل شخص وأصيب 4 آخرون جراء إطلاق نار حاد في ناد جنوبي شرقي ولاية ميزوري الأمريكية. وقالت شرطة الولاية أنه عقب الإبلاغ عن إطلاق نار في نادي أمريكان ليجون بمدينة كانت في الولاية، هرعت الشرطة إلى المكان حيث تم العثور على قتيل إضافة إلى 4 مصابين 2 منهم في حالة حرجة. الموجز انتهى، عودة إليك سالي. شكرا لك هديل علي من غرفة الأخبار. معين أنا وزينب معكم مشاهدينا بآخر فقرة من صباحنا لليوم. وين وصلنا؟ وصلنا لفقرتنا الأخيرة مثل ما قلتي سالي، ورح نحكي فيها عن الهدف الذكي والتخطيط بحياتنا اليومية. شو هو الهدف الذكي؟ شو نقصد فيه؟ أكيد كل هالأسئلة رح تجاوبنا عليها نتالي الطويل، ماجستير إدارة أجودة بنظم الإدارة المتكاملة. يسعد لي صباحك. صباح الخير، يسعد صباحكم، أهلا فيكم. أهلا فيكي. يسعد صباحك نتالي. بداية كنا عم نحكي هلا نحن وياكي قبل ما نبلش فقرتنا على الهواء إنه الإنسان لازم يكون عنده هدف متوجه له ليقدر ينجح بحياته، لأنه مثل الإنسان ماشي بالطريق وما عارفان وين بده يروح بده يضيع، فقد إيه مهم أو ما هو المقصود بتحديد الهدف؟ بعدين إحنا بنحكي على الهدف الذكي. تمام. الهدف هو غاية بيسعى الشخص سواء شخص أو منشأة أو فرد بحياته اليومية ليحققه. طبعا له سمات لهذا الهدف اللي عم نحكي عنه اللي هو الهدف الذكي. كلمة ذكي اللي هي سمارت ما اجت ككلمة اعتباطية كاسم، هي عبارة مشتقة من عدة أحرف. فاس يعني انه يكون سبيسيفيك محدد الهدف. الشخص يعرف شو الهدف اللي بده اياه او يحدده بشكل واضح، بعدين يكون هذا الهدف قابل للقياس، قد ايه انا انجزت منه لهذا الهدف لما بحطه ضمن اطار خطه زمنيه. طبعا لازم يكون قابل للتحقيق، انه يكون ريلاستيك يعني منطقي، لوجيستيك ما يكون خارج نطاق انه انا اقدر حققه لهذا الهدف، بالاضافه انه اكون داعمه بموارد طبعا سواء ماديه او بشريه،
واخر شيء يكون محدود باطار زمني. نعم. اي نعم. هدف لا ياخذ الشكل الصحيح لازم يكون محدده بفتره، مثلا بدايه انا امتى بدي بلش بالهدف وامتى بدي انهي من هذا الهدف ضمن اطار زمني، واقدر انه اقيس هذا الهدف لاقدر قيمه قد ايه نسبه تحقيق هذا الهدف. نعم. طب خلينا نحكي عن يمكن وضع الخطه وتصويب الاهداف ايضا، كيف فينا نحن نحط خطوات لنقدر نحقق هذا الهدف؟ تمام. بداية بحب أعرف شو هي الخطة أو التخطيط. هي عبارة عن مجموعة خطوات، هالخطوات بتكون مربوطة بفترة زمنية بموارد مادية وبشرية لأقدر حقق هذا الهدف اللي هو إنه الهدف الذكي. فأنا متى ما حطيت الخطة تبعي بصير بقدر تابعه، واللي هي للأسف نحن كله بيهرب من موضوع التخطيط كخوف من موضوع التخطيط، وإلا هو كتير مهم. أي هدف على مستوى العيلة أو على مستوى منشأة، خاصة نحن هلا بالفصل الثاني مثلا في عندك الفحوصات البروفي والبكالوريا، بقولهم أول شيء حطوا خطة، حطوا صح. الهدف انك انت بكل ماده شو حاطه ببالك، اسمي هالخطه بمواردها، اسميها بفترات زمنيه وتابعي عليها. نعم. فمتى ما قدرتي انت تحددي هذا الموضوع بتقدري تشوفي قد ايه انت القياس قد ايه انت مشيتي فيها بالتحقيق. نعم. نتالي، يمكن وضع الخطه هو بدايه لنحن نحقق شيء معين، ولكن تنفيذ الخطه يعني نحن بدنا ننفذ هي الخطه، مو بس نحن فينا نحط، هي اهم نقطه يمكن هلا رح تنوهي عليها نتالي، انه مو بس نحن نحط خطط ونرسم شغلات بدنا اياها واخر شيء نحن قاعدين مكاننا مكانك روح. قد ايه مهم التنفيذ، البدايه بالتنفيذ ونعرف شو بدنا ننفذ نحن. تمام. مشان هيك الهدف لازم يكون يتبعه بالخطه اللي هي عباره عن مجموعه اهداف خطوات صغيره. خطوات. مشان انا ما ضل مثل ما قلتي ضل مكانك راوح، لازم احط لك كل هدف عده اهداف صغيره، بصير بقيس كل هدف بعرف حالي عم بتقدم بتحقيق الهدف الاساسي. صح. واللي هو بسموه التخطيط التشغيلي. عندنا أنواع للخطط اللي هي عبارة عن الخطة الاستراتيجية اللي هي على المدى البعيد، واللي قلنا مثلا بروفي أو بكالوريا أو بمنشأة صناعية، طبعا الهدف وضع الهدف بأي منحة من حياتنا اليومية سواء بعائلتنا الصغيرة أو بمنشآتنا الصناعية الخدمية إلى آخره. فأنا متى ما حطيت هالأهداف وحطيت لهم هالإطار بصير بعمل شيء اسمه خطة تشغيلية اللي هي اليومية. في عندك شيء استراتيجي للمدى الطويل الأمد الطويل، وبيتبع بالخطة التكتيكية والخطة التشغيلية. هدول الخطتين بيدعموا بيعملوا سبور للخطة الأساسية اللي هي الاستراتيجية للمدى الطويل. مثل ما تفضلتي بصير أنا بعرف حالي وين تمام، تلاقي بيحطوا خطط وما عم بيعرفوا وين هنين تمام، وين أنا بأنه مرحلة من صح. تحقيق صح. هذا الهدف. صحيح. طب في معوقات ممكن أنه تعرقل الخطة الصحيحة، ممكن أنه تمر بعرقلة معينة؟ أكثر عرقلة بلاحظها أنا خلال عملي يعني اللي هي عنا الموضوع الاستعجال، يعني أنا بدي أحقق الهدف بدون ما أدرسه، هي أول شيء. عندك الخوف من التخطيط والجهل من هذا الموضوع، بلاقي كلمة تخطيط كلمة ضخمة إلى وهرة، لا هي موضوع بسيط، برسم عبارة عن برنامج بدعمه بموارده، بدعمه بالتوقيت الزمني المناسب، وبحط هذا الموضوع تحت الدراسة والتنفيذ. فأكثر شيء نحن عنا مثل ما قلت لك الاستعجال، عدم تحديد المسؤولية. تلاقي لما دائما بتحطي برنامج أو بتحطي خطة صارت تتضح أنه عندي لكل خطة هالهدف الصغير صار له مسؤولية تحقيق هالبرنامج الصغير يعني. نعم. فهذا بيعمل مثل ما بيقولوا خوف من موضوع التخطيط، فهي أكثر المعوقات أنه نحن منخاف من شيء اللي منجهله. نعم. إجمالا. نعم. يمكن حكيتي على مصطلح هو التخطيط التشغيلي، بيفرق شيء عن الاستراتيجيات او الاستراتيجي؟ قديش شو الفرق بين الاستراتيجي والتشغيلي؟ التخطيط الاستراتيجي هو طويل الامد لفتره طويله، بتحطيه سنوي او مثلا 3 سنوات او 5 سنوات، بينما التشغيلي هو الداعم للاستراتيجي، بيجي يومي كعمليات يوميه. يعني انت بخطتك الاستراتيجيه بتعتمدي على خطط تشغيلية بسيطة عشان تدعمي الاستراتيجية طويلة الأمد. دائما التشغيلية هي قصيرة الأمد، يومية بتلاقيها. نعم. طيب كيف الشخص أنه يحدد أهدافه بطريقة صحيحة ويقدر ينجزها؟ يعني دائما نحط أهداف أو خطة معينة بس لا تنجز 100% أو لا تنجز أبدا، فخلينا نحكي كمان عن تمام. أول نقطة أعرف إمكانياتي، هي كتير مهمة، أعرف إمكانيات الشخص انه هو قدران يحقق هذا الهدف.
زائد ادرس الخط الهدف كسمارت مثل ما قلنا، قدر حدده، قدر ادعمه بموارده. انا حاطه هدف بس ما عندي الموارد المناسبه له، سواء انا معنويا ما عندي امكانيات لتحقيقه او ماديا ماني قدران اربطه بفتره زمنيه. انا مثلا بدي بعد بكره ساوي الهدف الفلاني، هو بده فتره زمنيه اكثر، فبتلاحظي ما بيقدر، بيفشل بتحقيق هذا الهدف. يعني بدي ادرسه من جميع النواحي تبعه، والاساس مثل ما قلت لك اعرف الامكانيات، الموارد، الوقت والمسؤوليات اللي انا بدي احددها، وجزئ الهدف. نعم. تجزئ الهدف الكبير لخطوات بسيطه كثير. نعم. بيساعد لتحقيق الهدف الكبير، الرؤيه، الفيجن الاساسيه. نعم. يعني نتالي يمكن حكيتي نقاطك كثير مهمه، ويمكن دائما نحن لنحقق الهدف اللي نحن بدنا اياه او الهدف خلينا نقول الذكي اللي نحن بنطمح له، بدنا نواجه كثير قصص بالحياه، ولكن مواجهه المعوقات وتجاوزها وعدم الاحباط من اول خطوه نحن عم نمشي فيها لنحقق الهدف قد ايه مهم. لما بدرس الهدف تحقيقه بشكل صح ما بيصير عندي هالمعوقات ابدا ابدا، ولا ظروف حياتيه. في عندك ظروف حياتيه بتحطي بلان 2، بعض الامور اللي هي من صفات الخطه المرونه. طبعا في عندك المرونه الشموليه، الالتزام بوضع الخطه. نعم. المرونه يعني صار عندي معوقات وما في خطه ما ممكن يطلع عليها طارئ معين، فانا بدي اكون مرنه احط البدائل. وحتى انا وعم بحط الخطه دائما لازم يكون ببالي البلان بي اللي هي الخطه رقم 2 البدائل. نعم. فمتى ما حطيتي انت المعوقات امامك صرتي تقدري تحطي حلول هالمعوقات. حلو. فبتحطيها ضمن بند انه ببالي كملاحظه از نوت، يعني انه انا لازم احط بدائل لهالمعوقات. نعم. نصيحه اخيره بتحبي توجهيها لكل اللي هلا بدهم يبلشوا بهدف معين او يوضعوا خطط لهدف معين، شو بتحبي تقولي لهم؟ برمجه الهدف اساسيه، وضع هدف ذكي دوما ودوما قابل للتحقيق. قابل للتحقيق وتقييم الهدف. صح. نحن دوما بنحط الاهداف تبعنا بنحققها بس بننسى موضوع تقييم الهدف. تقييم الهدف لازم يعتمد على الهدف انه يكون قابل للقياس، يعني ميجربل. لما انا بقدر اقيس هدفي قد ايه حققت فيه 70 او 80% بقدر قيمه، واعتمادا على هالتقييم بقدر احط الهدف اللي حلو. بعده تماما. نعم. يعني استاذه نتالي اليوم موضوعنا كثير مهم وكتير بيساعد اللي عندهم أهداف، اللي عندهم طموحات، يلي أحلامهم كبيرة مثل ما بيقولوا، إنه يحققوا هذا الشيء بطريقة مثل ما قلتي مدروسة مدروسة تماما. منظمة مخطط لها. بدنا نشكر وجودك معنا اليوم. شكرا. إن شاء الله نكون لنا هيك مواضيع تانية كمان بنفس الأهمية لهذا الموضوع. شكرا شكرا شكرا, شكراً لوجودك معنا. ميرسي. وعلى كل المعلومات اللي عطيتينا اياها. شكرا لك. شكرا سعيد. ميرسي. شكرا. يعني زينب مع هالفقرة بكون صباحنا لليوم انتهى. كدنا نتمنى لمشاهدينا اللي كانوا معنا ضمن هالحلقة كل الخير وكل هيك السعادة. نرجع منقول دائما خلوا الابتسامة مفتاح نهارنا. يلي ما تابعنا فيه يتابعنا على الفيسبوك عبر صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير، مع هالمواضيع المهمة أكيد والضيوف يلي كانوا معنا. بدنا نودعكم على أمل اللقاء بغد أجمل. إلى اللقاء. يعطيك العافية زينب. يعطيك العافية سالي، ونهار حلو وجميل أكيد لكل مين كان برحلتنا الصباحية. بنتمنى لكم يوم تنجزوا فيه كل الأشغال والأعمال وأوقات حلوة تكون مع العيلة، وأهم شيء دائما نقول ديروا بالكم على صحتكم لأنه الصحة هي تاج كتير غالي. أكيد بدنا نتمنى لأبطالنا بالجيش العربي السوري كمان دوام الصحة والسلامة، والله يحميكم يا شباب. من مطعم برلين بنقول لكم باي باي وتضلوا خير. باي.